لو الحكاية فيها إن فيتو قفل الغرفة التجارية بتعد على المفروض الغرف التجارية بشكل اقتصادية بالذات لا يعرض على باقي الشعب مشروع قانون إلا بعد عرضه على الغرف التجارية، وده ما كانش ممكن. تمام، ادي صلاحيات وده مش هيجي إلا بتفعيل حقيقي لتعديل القانون. تمام، قانون الغرف التجارية أنا يقول لي قانون مفيش مشروع اقتصادي أو قانون اقتصادي قد ما تعرض، مفيش حاجة تخص منظومة الضرائب اللي هتيجي من التاجر إلا ما تتعرض والناس تناقشها وتقول ليه؟ مفيش دمغات ولا كل الكلام ده لازم يتم الأول بتعديله من هنا. أما المشاكل المزمنة عندنا مشاكل في استيراد المنتجات الحيوانية، عندنا مشاكل دواجن ولحوم، عندنا مشاكل في 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 رغيف العيش وانا سعدت ان الوزير خالد حنفي النهارده بدا يخش بواقعيه وبعمليه على حلول القضيه. انا كنت بتمنيها من 2004 في الشعب، ان الحكومه بتسرق الخباز والخباز بيسرق الشعب والضحيه هو الشعب. الحكومه لا مساس وتعمل بصرة ان بغير 120 جرام بخمسة قروش وبترعيش التكلفة الحقيقية لرغيف العيش اللي بيصنعها الخباز اللي بيعتبر شغال عند الحكومة وعند الوزارة، وهو يجي في النهاية يلاقي نفسه هيخسر، يضطر ينقص من الوزن من 120 ل 110 ل 100 ل 90 ل 70 ل 75 وبيضطر بعد كده الاخر يبيعه خام. تمام، يبقى مشوار. طيب يا جماعه كنا بنصرف 10 15 20 30 مليار لدعم رغيف العيش، دلوقتي بيروحوا فين؟ لازم نتصدرها. فانا سعيد بكلام الوزير خالد حنفي واتمنى ان نقول الغرفه التجاريه ونعمل مؤتمر مع الخبازين 23,000 مخبز على مستوى مصر ونتفق على اليه محترمه احنا نتمناها ونقنع الراجل المنتسب للغرفه اللي هو في شعبه المخابز ان انت النهارده جالي ناس بيبكوا، انا ابني دخل الشرطه، انا ابني مهندس، انا ابني دكتور، ويجوا يقولوا ابوك حرامي بيسرق الدين. انا مش عايز الكلام ده، انا تعبت، انا اقفل المخبز يا اما نعيش زي مواطن زي شريف. تمام، الحكومه بتضطر صاحب المخبز انه يسرق لان مفيش مسؤول ياخد قرار على بشجاعه ان يحل المشكله من جذورها. اتمنى ان يستطيع الوزير الجديد بالتعاون مع الغرف التجاريه وان احنا لينا فكر في هذا الموضوع ان يفكر ازاي تتحل المشكله ويصل الدعم الحقيقي المستحيل. الشعب هيرتاح واقسم بالله وانا اتحدى ان هيتم توفير مبلغ محترم من الدعم المقرر لرغيف العيش اللي خافت الحكومات المتعاقبه من ايام حسني مبارك ومن ايام السادات انها تقرب من المساس، لان بيقول لك ده الشعب هيهين. طب ما هو الشعب كده كده النهارده بتعبته معلش، والرغيف بيتباع في العراسيل ب 50 قرش، طب منين الدقيق اللي اتعمل فيه الرغيف ب 50 قرش؟ ما حدش بيسال نفسه منين؟ من الحصه اللي طالعه من الدوله للرغيف المدعم بتتباع نهارا نهارا عشان تتعمل في مخبز تاني وتتباع ب 50 قرش او ب 25 قرش او 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 او. انا طب انت خايف لمساس وفي نفس الوقت سايب الشعب بيضحك عليه، اوصل دعم انبوبه البوتاجاز 2 جنيه 65 قرش بتشتريها في بيتك وهنا وهنا ب 50 جنيه. صحيح، هذا الدعم الناصر المستحقين. ندرس والكلام ده طالبت فيه انا قبل كده قبل الغرف التجاريه في باقي الشعب، تحولوا الى دعم نقدي اشوف احصر فئات محدوده للدخل في مصر. تمام، كل ما يقلوا مرتبه عن 2000 جنيه يسيبك من الهجر بتاع 1200 جنيه. ما هو انت كده لا بتدي ده ولا بتدي ده ولا بتدي ده. معلش، وتعالى احصرهم رغيف العيش بالدعم بقد كده خده، دي كام رغيف حصتك؟ انبوبه البوتاجاز بقد كده خدها وبيع المنتجات بالسعر او نقعد نتضارس. لكن لو ما جبناش الاصنام اللي موجوده في مصر وبعد ثورتين وقفنا نواجهها بشجاعه يبقى رغيف جديد. عجز المصدر العامه بتدار، عجز الدائم في في في, في تمويل المشروعات التنمويه، عجز الدائم عن تشغيل المشروعات الصناعيه، مش هتنمى مصر الا كان في تنميه حقيقيه، عجز الموازنه واكثر من نص الدخل القومي المصري دلوقتي بسداد فوائد الديون الداخليه والخارجيه. يبقى انا هدفع بعد كده بعد الباب الاول الاجور، هدفع بعد كده ايه على المشروعات التنمويه؟ النهارده الدستور الجديد حدد للتعليم نسبه وللصحه نسبه وللبحث العلمي نسبه من الدخل القومي الاجمالي. هيجي ده كله منين؟ الحكومه لما تيجي النهارده حد ادنى وحد اعلى هيجي منين؟ لازم نفكر في حلول اخرى
في اللي بيحصل دلوقتي ونعدل فيها. واولها الدعم، سواء دعم رغيف العيش او دعم المنتجات البتروليه اللي بديكم بس يعني، وبقيه الموضوع بتاعت الدعم دي تيجي وبجراه. الحوارات بتاعتها هتصل ازاي؟ اخر بكره اقول لك المخابز في قرار جديد هتقفل، ويقول الغرفه وتتقفل الشارع هنا والميدان يتقفل، ونقدر نتكلم الوزاره طب نهدي طب نعمل مسكنات بدراسات مستفيده، نقعد شهر شهرين ندرس مشكله في العين، مشكله ابواب المنتجات، مشكله الكهرباء، مشكله الكلام دي، وندرس على الشعب المختصه ونوصل النتائج، نقنع بها التاجر من جانبنا وتقتنع بها الحكومه من الجانب الاخر من الجانب الاخر، ونخلص ونخلص على هذا الكلام، يبقى احنا حلينا جزء من المشاكل الموجوده في مصر. وده الدور على المرج الغرف التجاريه، وان يحترم النهارده لما تقف وتناقش بشجاعه، مش كل حاجه بتعلق على التاجر، كل حاجه بتعلق. يبقى انا التاجر شاف ان منظومته بتتحقق، شاف ان القبط اللي بتمثله اللي بتتفاعل مع الحكومه بتشوف الشق ده، لكن كل القرارات اللي ممكن تحدث توقيه هتحدث بلبله في الشارع التجاري ولن يكون لها اثر اصلا.